برد، برد جاثم على صدري جمد قلبي الدافئ. خوف، خوف يجتاح الروح والجسد. حب، حب يقاوم من أجل البقاء. حزن، حزن يقسمني ويحولني لرفات. ثقة، ثقة في أن كل شيء سيكون بخير. مساء الخير، سأريكم طريقة تحرير ومونتاج وتصميم باستعمال الهاتف. ندخل إلى متجر بلاي، بعد ذلك نبحث عن كي ماستر، نفتحه هكذا، تكون هذه الواجهة. نأتي إلى هنا ونبحث هل نريده أفقي أم عمودي أم مربع. سنقوم بأنه أفقي. بعد ذلك ندخل هنا إلى الوسائط ونبحث في هذه الوسائط عن فيديو أو صور. سنختار هذه مثلا، سنختار هذه ونحاول أن نتحكم في هذه. هذه الصورة إما إما أنها نتركها مثلا هكذا، ثم نحاول ما أمكن أن تذهب إلى هذه بشكل أفقي، أم نتركها كما هي. أنا أتركها كما هي، كما كانت في البداية بهذا الشكل، أتركها هكذا خلال أصوات. مثلا أنا سأدخل صوت من هنا أو نقوم بالتسجيل. مثلا هنا إذا كنت سجلت الصوت وتريد فقط المونتاج، نذهب مثلا هنا سنختار أي مجلد نريده. فأنا سأختار مثلا مجلد الأغاني وأبحث عن تسجيل سجلته من قبل، فسأقوم بزائد ويضاف مباشرة، ثم أذهب هنا. بعد ذلك يمكنني أن أضيف صور أو غير ذلك إضافية. مثلا أنا إما إضافة صورة، يمكن إضافة صور أو تأثيرات أو إضافة بعض النصوص أو شيئا ما. مثلا أنا سأضيف إلى سطح الفيديو، سأضيف مثلا وجوه ضاحكة مثلا أو وجوه باكية. مثلا أنا سأضيف هذا الباب هكذا مثلا. أنا بعض الأشخاص هم يريدون إضافة صورة فيما يخص مهمات سماحة الفضاء المدني. سأزيل هذا الوجه الضاحك وأضيف مثلا رمز رمز الخاص بالمحد. أنا ليس لي أي رمز، سأدخل هنا، سأحاول أن أخذ هذا الرمز يعني، وأقوم بهذا الشكل. يعني يمكنك أن تقوم بقلوب أو غير ذلك. أنا أريد دائرة، سأضغط على دائرة. لذلك أقوم بتمديد تمديد هذا إلى آخر آخر. بعد ذلك إذا كنت قمت بكل الحركات، مثلا هذه الصورة أريد أن تتحرك أو تتلاشى أو تنبثق أو تقوم بإشارة ما، أو أريد لا شيء، أن تبقى ثابتة، أن تبقى هذه الصورة ثابتة. فيمكن أن تبقى هذه الصورة ثابتة دون أي
أي حركة. يمكنني التحكم في الألوان أيضا، يمكنني التحكم في كل شيء. أنت يمكن لك الاختيار والقيام بأي شيء تريده. سنسمع. برد. برد. برد جاثم على صدر. حاول أن نقوم بكتابة. سنذهب إلى النص ونضيف نضيف هذا النص، ونحاول ما أمكن أن نغير اللون. مثلا سنغير هذا أختار اللون الخط، نوع الخط، رسوم متحركة داخلية، وهذا فيما يخص التعبير، وهذا فيما يخص رسوم متحركة أيضا داخلية. يمكن هذا أن تقوم باختيار شكل من هذه الأشكال التي ستظهر لك مناسبة. خوف. هنا أيضا في خوف نضيف سأختار في هذه اللون الأبيض، وأحاول تمريرها هكذا. حب. هنا سأختار اللون الذي اخترته من قبل، سأسمع من جديد. حزن. وسأختار أيضا نفس الطريقة. ثقة. نفس الطريقة ثقة في أن كل شيء سيكون بخير. وما تبقى سأحاول ما أمكن أن أحذفه. كيف أحذفه؟ سأقوم هنا وأبحث على سأضغط مرتين، أعيد، سأضغط مرتين وأذهب إلى المقص، ثم أحذف ما تبقى قص إلى اليمين الإطار هكذا، حتى ما تبقى أيضا يتم حذفه بشكل تلقائي، لأن الأول هو الذي يتحكم في كل شيء. الآن سنقوم بمونتاج. هذا مونتاج خفيف، مثلا هذه الحروف سأذهب إلى هنا هكذا، طيب يبقى هنا فقط كتابة صاحب الكلمات. هو الكلمات لصديقتي الدكتورة رشيدة بوشتة. أو إذا أردت أن أقوم يعني بإضافة شيء ما، يمكنني مثلا أن أضيف هنا خلفية. سأضيف هنا خلفية هنا، وأضيف هنا من كلمات رشيدة بوشتة. كلمة رشيدة بوشتة، أو تريد تحويلها إلى
آخر الصورة يمكنك فقط الضغط ضغطتين، وهكذا يمكن أن تتحول معك أيضا كلمات رشيدة بوشتة. وتقوم بكتابة مثلا إلقاء ميلودا الفريحي. سأختار هذا وأختار لنفس نوع الخط، وهكذا يكون الفيديو جاهز. لكن لاحظوا معي هنا، سيكون الصوتيات إلى الأخير، وأنا لا أريد الصوتيات إلى الأخير. سأحذفها فقط بالضغط عليها، سأضغط عليها، لاحظوا معي، سأضغط عليها ثم أحاول، عندما أضغط عليها يأتيني يعني أمر إما تقسيم أو غير ذلك، فأقول أنا أريده للقص إلى اليمين. سأسمع مرة أخرى. الآن أعتقد أن الفيديو صار جيد جدا. وبعد الانتهاء نذهب هنا، عند الانتهاء من كل شيء نذهب هنا في الأعلى ونقوم بتصدير هذا الفيديو بالضغط عليه والقيام بالمشاركة ثم القيام بتصدير، وهكذا يصبح جاهزا بعد دقائق عدة، يصبح جاهزا للجميع. هذا الكين ماستر الذي استعمله بدون مائيات، إذا أردتموه يمكنكم كتابة ذلك وأنا سأعطيه لكم. هو الآن صار جاهزا لإرساله إلى الجميع.